بعد 20 عاما من هيكلة قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، تجيء النسخة الأولى لمنتدى تشاد الرقمي لمعرفة ما هي النتائج وتحليلها، وكذا معرفة التحديات المستقبلية التي تواجه هذا القطاع الحيوي. ترأس افتتاح أعمال المنتدى وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية كالزيبي باهيمي ديبي، ممثلا لرئيس الجمهورية، وبحضور النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية ووزير البريد والتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات. هذا المنتدى الرقمي يشارك فيه أكثر من 25 خبيرا والعديد من الشركات العاملة في مجال الاتصالات والمعلومات، وكذا النوادي الشبابية التي تنشط في المجال الرقمي. بدأ افتتاح أعمال منتدى تشاد الرقمي بكلمة رئيس اللجنة المسيرة للمنتدى حسين إبراهيم طه، الذي شكر خلالها جميع المشاركين وأعضاء اللجنة المنظمة على العمل الدؤوب الذي قاموا به خلال فترة الإعداد. كما تضمنت كلمته سردا تاريخيا على التغيرات الذي شهدها قطاع الاتصالات والمعلومات، كما أكد على ضرورة أن يكون هذا المنتدى فرصة حقيقية لتغيير قطاع الاتصالات نحو الأفضل. وزير البريد والتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات إدريس صالح بشر أكد على أن الهدف الأساسي من هذا المنتدى هو تبني استراتيجية جديدة من شأنها إحداث نقلة نوعية في مجال الاتصالات في تشاد، موضحا أهمية هذا القطاع في المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن السلطات العليا في السنوات الماضية قدمت كافة الدعم اللازم من أجل أن تكون هنالك بنية تحتية تماثل الموجودة في الدول الأخرى في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. وكانت النتائج متمثلة في إنشاء سلطة مراقبة الاتصالات، وكذا إنشاء الشركة التشادية للاتصالات المعروفة بسوتيل تشاد. كما استثمرت الدولة مبالغ مهمة من أجل ربط البلاد بكوابل الألياف الضوئية من أجل تحسين جودة ونوعية خدمة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد. وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية كالزيبي باهيمي ديبي أكد على ضرورة أن تخدم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التنمية الاقتصادية، وأن تفتح أسواق عمل جديدة للشباب، وأن هذا اللقاء سيكون فرصة لتبادل الأفكار والخبرات. كما أعلن وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية أنه سيتم خلال المنتدى تدشين الألياف الضوئية التي تربط مدينة أنجمينة بمدينة أدري التي تقع في الحدود الشرقية السودانية التشادية، معلنا الافتتاح الرسمي لمنتدى تشاد الرقمي. هذا وخلال أعمال المنتدى ستعقد العديد من الورش والندوات والمعارض والمسابقات.